أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات علم الأحياء. في حلقة اليوم هي حلقة للمراجعة وحل مجموعة متنوعة من الأسئلة، بحيث إن احنا نراجع على كل أجزاء المنهج. كان في حلقتين سابقتين تعرضنا فيهم لمجموعة من الأسئلة والرد على تساؤلاتكم. النهاردة إن شاء الله هناخد ساعتين كاملين في كل الأسئلة اللي احنا هنجاوبها، بالإضافة للأسئلة اللي انتوا هتبعتوها لنا أو هتتصلوا وتقولوا لنا عليها. في بداية الحلقة، مهم جدا جدا إن انت تبقى واثق من نفسك، وإنك تبقى عارف إنك عملت اللي عليك، وإن اللي جاي أحسن إن شاء الله من اللي فات. ومش عايز أي واحد يكون بيحل في امتحان أو يخرج من أي امتحان من امتحانات سابقة ويبتدي يفكر في الماضي أو في اللي فات. المفروض ان انت لما بتخرج من اي امتحان بتقفل الباب تماما، تلغي كل التفكير في المادة ديت. انا عارف ان انت بتبقى عصبي وممكن تاخد اول يوم ويمكن تاني يوم. في ناس كتير جدا من الطلبة بتضيع بسبب التفكير في المادة اللي قبلها، ويفضل يأنب نفسه ويجلد في ذاته وكأنه هو المسؤول عن الخطأ دوت. لكن عايز اقول لا، توكل على الله. بمجرد ما تخرج خد نفس عميق وفرفش، اضحك، هيص، اخرج، وبعد كده تعالى شوف ايه المادة اللي بعديها. لكن حالة النوم اللي بتجي للناس نتيجة ان هو اتضايق في امتحان من الامتحانات وانعكس ده على المادة اللي بعدها، ده مش هينفع، خاصة ان انت قدامك مش اقل من 6 7 مواد بتمتحنهم او اكتر. فده محتاج منك تكون عندك صبر، تكون عندك ثقة بالنفس، وتنسى كل مشاكل اي امتحان مهما كانت. النقطة التانية اللي الناس برضو بتسأل نفسها او بيبقى عندها مجموعه من التساؤلات حوالين الامتحان، كل تساؤلاتك اسالها النهارده وانا جاوبك عليها. سواء كانت التساؤلات دي على شكل الامتحان او على عدد الاسئله او شكل الورقه او ازاي تتعامل مع الورقه الامتحانيه، هنقولها على فترات، لكن احنا مش هنضيع وقت كتير جدا في الكلام دوت. ماده الاحياء تختلف عن المواد كلها في انها ليها طبيعه خاصه، فيها اسئله تختلف عن الاخرين في ان احنا عندنا اسئله رسومات. في ناس بتقول لك انا ما بعرفش ارسم. انا مش عايزك تعرف ترسم، بطمنك اهو، انا عايزك بس تعمل اي رسمه تحط عليها البيانات وتكتب بياناتك صح. 3 رسمات ب6 درجات حرام تضيعهم تحت مبدا ان انا ما بعرفش ارسم. لا، انت بتعرف ترسم، بس مش الرسم الجيد اللي انت متخيله او بجوده عاليه. انا مش عايز الجوده العاليه، انا عايز رسم تخطيطي مبسط للشيء اللي انا هطلبه منك، وكمان عايزك تكتب بياناتك سليمه ويكون الرسم بالقلم الرصاص. دي النقطه اللي تهمني قوي في موضوع الرسم. النقطه الثانيه ان كرستك 45 سؤال، ال 45 سؤال منهم 33 سؤال اجباري، يبقى متفقين في اسئله حلقيه اجباريه هجاوبها، وفي 12 سؤال اسمها اسئله اختياريه، بمعنى ان انا في كل سؤال من ال 12 هكتب لك سطر فوق كده تخير السؤال الف او باء واجب عنه. يبقى يا بتختار الف يا بتختار باء، او بتجاوب على الاثنين حسب ظروف الامتحان وحسب ظروف الوقت وحسب انت عارف السؤالين كويس ولا لا. طيب انا جاوبت احد السؤالين وعارف فعلا السؤال الثاني، هل السؤال الثاني اجاوبه في نفس التوقيت بتاع السؤال الاولاني، الف وبعدين باء اجاوبه، حتى لو كانت المساحه مش كافيه او الزمن مش كافي؟ لا طبعا، المطلوب منك انك تجاوب ال 45 سؤال كاملا، وبعد ما تجاوب ال 45 سؤال كاملا وتراجعهم، ابقى روح لل 12 سؤال اللي كنت بتسيب فيهم السؤال بمحض ارادتك وانك مش عايز تجاوب عليه لانه مش هو ده اللي انت عايزه واخترت الاولاني. لو عايز تجيب مفيش مشكله. كمان في ناس بتسالني، وده مهم جدا، التنبيهات اللي بقولها في الاول ديت، ان سؤال الاختيار من متعدد، خلاص انت حفظت النظام والقاعده، هتظل اجابه واحده من الاربعه، ولو اخطات فيها اشطبها او اعمل عليها اكس واختار اختيار اخر، مفيش اي مشكله. لكن ما تختارش اختيارين وتسيبهم، هنا بتتشطب الاجابه. طب في ناس بتسالني الاسئله المقاليه، هل يمكن ان انا لو شكيت في الاجابه ممكن اعمل اجابه اخرى؟ الاجابه نعم، ممكن تعمل في الأسئلة المقالية إجابة أخرى، بشرط أن تكون الأسئلة في المقالية
ليست لا يعني ما تكونش فيها غير احتمالين، يا شمال يا يمين. يعني كده اقولها لك بمثال عدى عليك زمان قوي، لما اقول لك مثلا ان الحديد من اي نوع من المواد، تكتب لي الحديد من مواد موصله للكهرباء، وبعدين تقول لي اجابه اخرى الحديد ماده رديئه التوصيل للكهرباء، هو في حاجه ثالثه؟ ما هي دي صح يا دي صح. في الحاله دي هشطب الاجابتين. يبقى برضو ما تحطليش الاجابتين المتعاكستين، اقولها لك بقى بشكل اوضح في منهجنا احنا. لما اقول لك هرمون يعمل على زياده نسبه الكالسيوم في الدم، انت ما عندكش غير هرمونين لهم علاقه بالكالسيوم، تروح قايل لي الباراثيرمون، وبعدين تقول لي اجابه اخرى الكالسيتونين، لا انت مش هتضحك عليا، ما هو يا الباراثيرمون يا الكالسيتونين، لان الاثنين لهم علاقه بنسبه الكالسيوم في الدم، بس في واحد بيرفع نسبه الكالسيوم وواحد بيخفض نسبه الكالسيوم. يبقى الاجابات اللي هي بنفس الشبه اللي انا حكيت لكم عليها ديت، لا ركز واختار اجابه واحده بس وانت بتكتب. هتقول لي اجابه اخرى مش هقراها. اجابه اخرى لما اقول لك علل او فسر. كمان هتلاقي نوعين من الجداول عندك، جدول متعلق بالمقارنه وجدول متعلق بأذكر مكان ووظيفه. المقارنه حطها في مكانها في الجدول، والجدول هيكفي وكبير جدا، ما تخافش من انك تقول ان المساحه مش هتكفي، بس انت ما ترغيش كتير، اديني الكلام اللي انت عايز تقوله مباشره، ما تعمليش مقدمات ملهاش فايده، ما تتنكش تقول الجمله وترجع تعيدها تاني، لا مش عايزين الكلام يخرج بره الجدول، صحيح ومفيش ضرر عليه منك يعني ما تخافش، لكن مش معنى ذلك ان انت كل شويه تلاقي الكلام بقى حوالين الباراجراف او المربع اللي احنا مصممينه ليك. الباراجراف ده مصمم او مصمم بحيث ان هو يكفي اجابتك وزياده. كمان المقارنات ما بقتش زي زمان، ما هيش مقارنات مفتوحه، لا ده مقارنات محدده، يعني لو قارن بين شيء وشيء اخر من حيثه فالتزم من حيثه دي. لما اقول اذكر مكان وظيفه، اوصف المكان بدقه واقول الوظيفه، تمام؟ طيب معانا احمد، قبل ما نبتدي المراجعه نسمع احمد من القاهره. احمد ازاي؟ ازاي حضرتك يا مستر؟ انت من النوع اللي بتتوتر عصبيا ولا عندك ثقه في نفسك؟ لا هادي يعني. طيب قول لي ايه اللي انت عايزه مني اقوله النهارده في حلقه اليوم؟ ماشي، هو كان عندي سؤال وعندي استفسار. هو بيقول الرسومات اللي بالعربي غير اللي بالانجلش، يعني طيب عندنا الرسومات اتنين. تاني حاجة، ده سؤال بقى في المنهج عندنا. صح. هو اما يجي يسألني يقول لي لكل انتيجين نوع متخصص من الانتي بقى من اللي هو لكل انتيجين نوع متخصص من الجسم المضاد، من الجسم المضاد. هو علل، انا عارف الاجابة، بس انا عايز اعرف الاجابة النموذجية هتبقى ازاي كاملة، ما نقص يعني عليها. تمام. في حاجة تاني يا احمد؟ لا بس كده. اشكرك يا احمد على اتصالك. قبل ما نبتدي اسئلتنا هنجاوب اسئله احمد، واللي عايز يتصل يتواصل معانا، بس عايزين كل فتره كده نعمل شويه استقرار في الحلقه، نجاوب اكبر عدد من الاسئله وبعدين افتح الاتصال بحيث اسمعكم مرتين. الرسومات احنا ملتزمين بالرسم اللي بيتشابه في الثلاث كتب، بمعنى ان الرسم في كتاب باللغه العربيه وباللغه الفرنسيه وباللغه الانجليزيه وكمان باللغه الالمانيه. احنا عندنا اربع لغات بتدرس بيها البيولوجي. الرسمة موجودة في كل كتاب، اذا نموذج الاجابة هيبقى مطابق للكتاب نفسه، لكن بكون ملتزم باختياري لرسمة موجودة في الاربع كتب بنفس البيانات وسليمة بيانات، فما تخافش في حتة اختلاف بعض البيانات من كتاب لكتاب، لازم يكون الرسم موحد او السؤال بيقول رسم معين، الرسم ده سليم في الاربع كتب بنفس البيانات. السؤال الثاني، لكل انتيجين نوع متخصص من الجسم المضاد، وده ليه؟ لان الاجسام المضاده متخصصه، فلكل جسم مضاد موقع يسمى موقع الارتباط بالانتيجين، وهو موقع فراغي، موقع بيتطابق مع الانتيجين، ولكل جسم مضاد موقعي ارتباط، ومواقع الارتباط بتتعرف على الانتيجين المعين وترتبط بيه. الوحيد اللي بيشز عن القاعده ان في موقعين الاي جي ام، لانه عنده عدد كبير من المواقع تساعده على انه يرتبط مع عدد كبير من انتيجينات الميكروب. معنى ذلك ان الاجسام المضاده متخصصه، فلكل جسم مضاد انتيجين، ويرجع ذلك لوجود موقع الارتباط بالانتيجين في الجسم المضاد.
عندنا أول سؤال في حلقة اليوم بيقول: اختر أحد السؤالين ألف أو باء ثم اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات الآتية. بيخيرك: ألف مكان اتصال تفرع نهاية عصبي بليف عضلي، دي بنسميها وصلة عصبية عضلية، الموضع ده أو المكان اسمه كده. النوع من الأنسجة الضامة لا تحتوي خلاياها على أوعية دموية، نوع الأنسجة الضامة هنا الغضاريف. خلي بالك لو كتبت ألف جاوب ألف، لو كتبت ب جاوب ب، خوفا من إنك تروح كاتب ألف وكاتب مصطلح ب، هنا بقت الكارثة، ما بقاش نفس المصطلح اللي أنا عايزه. يبقى بص كويس جدا قبل ما تبتدي تجاوب وتأكد إن أنت بتجاوب عن السؤال المطلوب. السؤال التاني اختياري برضو: اختر أحد السؤالين ألف أو باء ثم وضح ما المقصود بالحساسية المفرطة. طب لو مش عارفها أجاوب التلازم، طب لو مش عارفهم الاتنين أعديه وأروح للسؤال اللي بعديه وأبقى أرجع له في وقت ما يمكن يكون افتكرته. يبقى الحساسية المفرطة، إيه هي الحساسية المفرطة؟ إن بيضطر النبات أحيانا إلى قتل النسيج المصاب حتى لا ينتقل الميكروب من النسيج المصاب إلى النسيج السليم. التلازم، كلنا عارفين إن التلازم طريقة من طرق عمل الأجسام المضادة، بس مش كل الأجسام المضادة، التلازم لازم يكون الجسم مضاد من نوع IgM. IgM هيتجمع حواليه الميكروبات بحيث تصبح في متناول الخلايا البلعمية الكبيرة. معايا عبد الرحمن؟ أيوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن إزاي؟ الحمد لله كويس. إيه أخبار الأحياء دلوقتي؟ تمام كويس. طيب اتفضل، إيه الأسئلة اللي عندك يا عبد الرحمن؟ اختر أي مما يلي. اختر أي مما يلي. أي مما يلي يمكن أن يكون مقابل قدون على تي ار ان ايه؟ على التي ار ان. من الثلاثة دول او الاربعة اللي انت هتقولهم يعتبر مقابل قدون. يو اي جي. ايو جي. يو اي جي. يو اي جي. يو اي اي. يو اي اي. ايو جي. ايو جي. جميع ما سبق. جميع ما سبق. ماشي ماشي عبد الرحمن. في حاجة تاني؟ الدكتور اتفضل. هو انزيم القصر بيأثر على الار ان ايه؟ انزيم القصر؟ لازم يشتغل على جزيء مزدوج. انزيم طيب. القصر بيشتغل على جي ان ايه مزدوج، تمام؟ ماشي. ما بيشتغلش على ار ان ايه. اشكرك طيب. عبد الرحمن لسؤالك واستفسارك. سؤال عبد الرحمن بيقول: اختر مما يلي يمكن ان يكون مقابل قدون. ده ينفع يكون مقابل ولا ده ولا ده ولا ده؟ انا متخوف يطلع اختار واحد ويطلع يكون القدون قدون واقف، فما ينفعش. يبقى مين يمكن ان يكون مقابل قدون؟ قبل ما ابتدي جاود اطلع القدونات بتاعتها على الام ار ان الاول، خلاص. طب لما يبقى مقابل قدون يو اي جي يبقى القدون اي يو سي. هل ينفع ان يكون في اي يو سي على الام ار ان اي؟ ينفع، ويبقى مضاد القدون بتاعه يو اي جي طالما ما طلعش قدون ايه واقف. يو اي اي ناس بتتلخبط اول ما تشوف يو اي اي يقول لك ده ما ينفعش، ده قدون واقف. ما هو يا بابا اليو اي اي ده مش قدون على الام ار ان اي، اليو اي ده مضاد قدون. طلع الاول بقى انت القدون بصح، يبقى اليو هتبقى ايه والاي اي هتبقى يو يو. لو عندي قدون على الام ار ان اي يو يو ينفع ده يبقى له مضاد قدون؟ ينفع، طالما اللي بالاحمر بكتبه ده ما يتضمنش قدون واقف. ثلاثة اي يو جي، الاي يو واليو اي والجي سي. طب يو اي سي هل ده قدون واقف؟ الإجابة لا، يبقى ده ينفع مضاد قدون، يبقى ده ينفع مضاد قدون، وده ينفع مضاد قدون، وده ينفع مضاد قدون، يبقى جميع ما سبق. يبقى ليه أنا عملت الطريقة ديت؟ عشان أشوف مين فيهم اللي قدونه ممكن يبقى قدون واقف. تمام كده يا عبد الرحمن؟ ناخد بيتر من سهاب. بيتر اتفضل. الو، استاذ حسن. ازيك يا حبيبي؟ مثلا لو سمحت، هو في سؤال بيقول اين يحدث استنساخ دي ان ايه معادل الاتحاد؟ اين يحدث استنساخ دي ان ايه معاد الاتحاد؟
هو السؤال ده كان متجاوب، الإجابة كانت في البلازمينات وبي سي آر. تمام، هو إزاي هيتعمل يعني يحدث استنساخ في البي سي آر؟ مش المفروض البلازمينات فقط؟ الاستنساخ ممكن أعمله بأي شكل، يعني ممكن أجيب بلازميد وممكن أحط معاه جزء دي إن إيه وأعمل برضه استنساخ بجهاز البي سي آر. يعني البي سي آر جهاز يقدر يعمل استنساخ لأي قطعة من الدي إن إيه حتى لو كانت بلازميد. تمام تمام. طب مستر، لما بستخدم انزيم قصر على الرولو المزدوج، انزيم قصر ليه بستخدم بعدها انزيمات الرفض؟ طيب، هو انت انزيم القصر ده بيعمل ايه؟ بيكسر رابط التساهميه بين النيكلوتيدات المتجاوره عند مناطق معينه في تتابع معين. كسر الرابطه التساهميه وكسر الرابط الهيدروجينيه فينفصل الجزئين عن بعضهم تاركا اطراف لاصقه زي ما انت عارف. مين الانزيم اللي بينجح في تكوين روابط تساهميه اخرى مره ثانيه؟ وعرفته من انزيم ساعه لما كنت بدرسه على انه انزيمات الاصلاح. ما معنى نعمل اصلاح؟ معناه بيستبدل النيكلوتيد التالفه ويحط واحده مكانها سليمه. وبالتالي بيكون روابط تساهميه ورابط هيدروجيني. كمان ما تنساش ان في ساعه التضاعف كنت بتربط قطع الدي ان ايه ببعضها. معنى ان انت تربط معناه ان انت كنت بتكون روابط تساهميه. اذا انزيم الربط بما له من قدره على تكوين او المساعده في تكوين روابط تساهميه يمكن لصق قطعتين من دي ان ايه طالما الاطراف اللاصقه تستطيع ان تتزاوج. يعني هي معنى كلمه اطراف لاصقه ان هي ممكن تتزاوج ولكن مش بتتزاوج لوحديها، لابد من انزيم. لابد من انزيم. مع الرابطه التساهميه هنكونها ازاي؟ انزيم البلمره بقى بيكون رابطه تساهميه وبيكون رابطه هيدروجينيه. انت فهمني؟ وهو بيبني عمال يضيف نيكلوتيدا نيكلوتيدا نحو الطرف 3 شرط. يعني ايه يبني؟ يعني عمال يشبك كل نيكلوتيدا باللي بعدها برابطه تساهميه ويشبكها مع اللي قصادها برابطه هيدروجينيه، سواء كانوا رابطتين سواء كانوا ايه؟ ثلاثه. طب بالنسبه لانزيم الربط في التضاعف، في التضاعف طيب بيكون روابط هيدروجينيه ولا ولا تساهميه ولا الاثنين؟ لا بيكون الاثنين. الاثنين ده أيوه. اللي هو في الاتجاه من 5 شرطه 3 شرطه. انت بتتكلم على البلمره ولا على الربط؟ الربط بيربط القطع، وطالما هيربط القطع بعضها برضه لو في نيكلوتيدا موجوده في النص يقدر يربطها مع النيكلوتيدا اللي قصادها برابطه هيدروجينيه. يعني بيعمل الاثنين. لكن بيعمل الاثنين. تمام. طب مستر معلش، في بكتيريا شريش كولاي، تمام، بيقول يلتف جزيء دي ان ايه الدائري حول نفسه عده مرات. الدي ان ايه الدائري ده اللي هو مش البلازميد ولا ايه؟ ومش دائري، ما وصفوش بانه دائري، لانه يعني لا ياخذ شكل الدائره. ولكنه يلتف زي اي خيط كده، تقعد يلتف 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 عده مرات، وتلتحم طرفيه، لكن ما بياخدش شكل دائري. مين بقى اللي بياخد شكل الدائري؟ البلازميد. ايوه دي تمام. تمام؟ انت في فرق بين البلازميد والماده الوراثيه الاساسيه بتاعت قشير شوكولاته. ايوه تمام. البكتيريا عندها نوعين من الماده الوراثيه. عندها بلازميد وعندها ماده اساسيه. زي ما حضرتك كده في كل خلايا جسمك عندك مكانين للدي ان ايه، عارفهم ولا لا؟ في النواه وفي في الميتوكوندريا. الميتوكوندريا. والنبات عنده في ثلاث اماكن، في النواه وفي الميتوكوندريا وفي البلاسيدات الخضراء. تمام ايوه بالظبط كده. يبقى هم يشبهوا الاوليات. يبقى هي برضو البكتيريا عندها نوعين من الدي ان ايه، دي ان ايه اساسي او اصلي اللي هو بيلتف حول نفسه عده مرات وبتلتحم طرفيه معا، وده اللي موجود في السيتوبلازم زي ما احنا متعودين عليه، وده اللي ما بيدخلش فيه لا تعقيد ولا بروتين هستوني ولا غير هستوني، وملتحم طرفيه معا. لكن ما قلتش عليه دائري. بالاضافه ليه ما تقولش عليه دائري. مين اللي خد الشكل الدائري؟ البلازميد. البلازميد ومتواجد في البكتيريا. تمام. اشكرك. طب مستر، هو ايه الانزيم المعاكس للديوكسي ريبونيوكليز؟ احنا عندنا ديوكسي رايبو نيوكليز. ده بيكسر ايه؟ بيكسر روابط تساهميه وروابط هيدروجين، بيوديك وحدات من النيكلوتيدات مفرده. خلاص تمام. اللي يقدر يكون من النيكلوتيدات جزيء تاني او شريط تاني هو انزيم البلمره. انزيم البلمره، انزيم البلمره بينجح في تكوين الشريطين، شريط من 5 لـ3 كاملا وشريط على هيئة قطع. وبالتالي اللي بيستطيع البناء عكس اللي بيستطيع الكسر. هنا انزيم البلمرة كان بيربط النيكلوتيدات ببعضها في عملية بناء جزيء دي ان ايه جديد. وانزيم ديوكس ريبونيكليز كان بيكسر الرابط ويحلل دي ان ايه تحليلا كاملا، ولكن بيحلله الى وحدات تسمى نيوكلوتيدات كابيتال. لكن ما قلتش تاك بوليمريز.
تاك بوليميريز برضه بيعمل عملية استنساخ وتكوين. أقدر أقول يعني أشكرك، هما اتنين عكس بعض. أشكرك يا بيتر عشان ندي فرصة لزمايلك. شكرا. أشكرك يا حبيبي. سؤال رقم 3 بيقول لك اختر أحد السؤالين بس قارن من حيث أو آسف المكان والوظيفة. قناة الإلكترون، مكان قناة الإلكترون فين؟ بتوجد بين خليتين متقابلتين في خيطين متجاورين من الأسبيروجايل، تمام؟ وظيفة قناة الإلكترون بينتقل من خلالها مين؟ بينتقل من خلالها مكونات إحدى الخليتين إلى الخلية الأخرى لتكوين الزيت. طب لو أنا ما قدرتش أعرف قناة الإلكترون يبقى الجسم القمي. الجسم القمي موجود في مقدمة رؤوس الحيوان المنوي. وظيفته بيحتوي على إنزيم الهيالو يورينيز اللي بيعمل على إذابة جزء من غلاف البويضة وحدوث الإخصاب. شكل قدامك هنفحصه اللي هو زي ما أنت شايف كده عبارة عن الجسم المضاد. وبعدين السؤال الأولاني، أكتب البيانات 3 و5، 3 سلسلة طويلة وخمسة آسف قصيرة وخمسة سلسلة طويلة، مع ذكر وظيفة البيان رقم 1. وظيفة 1 هو موقع ارتباط بالأنتيجين الموجود على سطح الميكروب. ما اسم الخلايا المسؤولة عن إنتاج الأجسام المضادة وكيف يتم تنشيطها؟ طبعا البائية البلازمية. طب بيتم تنشيطها بإيه؟ بيتم تنشيطها بواسطة الإنتر ليوكينات من خلايا تسمى تي اتش النشط. فسر كيف تختلف الأجسام المضادة عن بعضها البعض؟ بتختلف عن بعضها البعض في جزء بيسموه الجزء المتغير، واللي بيوجد فيه موقع الارتباط بالأنتيجين، والذي يختلف باختلاف نوع الجسم المضاد. وده يرجع طبعا عارفين ليه، طبعا يرجع للروابط الهيدروجينية اللي موجودة بين سلاسل عديدات البيبتايد أو بين الأحماض أو السلاسل بتاعة الأحماض الأمينية، مما يشكل فراغ أو شكل فراغي بيختلف فيه من جسم مضاد لجسم مضاد آخر. علل، تتكون أجسام قطبية أثناء تكوين البويضة، والهدف هنا أنها تخلص البويضة من نصف عدد الصبغيات. ده ميزة تكوين الأجسام القطبية. أذكر مكان وظيفة إنزيم كولينستريز. المكان داخل حويصلات التشابك العصبي في التفرعات النهائية لليف العصبي الحركي. ده المكان واضح أهو. الوظيفة، آسف مرة تاني، إنزيم كولينستريز مش في الحويصلات، اللي أنا قلته في الحويصلات ده الأسيتايل كولين. إنزيم كولينستريز ده موجود في مناطق التشابك العصبي العضلي، بيوجد في منطقة التشابك العصبي العضلي. ده المكان. وظيفة إنزيم كولينستريز بيحطم الأسيتايل كولين إلى كولين وحمض خليك حتى يزول تأثير المنبه أو تأثير الأسيتايل كولين، ويعود غشاء الليفة العضلية إلى حالة الاستقطاب الأولى وتنبسط العضلة. اختر أحد السؤالين ألف أو باء ثم علل. وبص على ألف وأراه كويس، وأبص على باء وأراه كويس، واللي أنا شايفه مناسب أجاوبه. أجاوب واحد منهم هنا سواء كان ألف أو باء، وفي نهاية ما خلصت ال 45 سؤال أبقى أجاوب اللي أنا كنت سايبه. يحتاج انقباض وانبساط العضلات إلى طاقة. ليه؟ علشان الانقباض بيحتاج إلى طاقة عشان الروابط أو لكي الروابط المستعرضة تسحب خيوط الأكتين في مجموعات في اتجاه بعضها. طب والانبساط؟ أيضا الانبساط بيحتاج إلى طاقة، والطاقة لازمة لفصل الروابط المستعرضة عن خيوط الأكتين حتى تنبسط العضلة. يبقى في الانقباض محتاج طاقة وفي الانبساط محتاج طاقة. لو ما عنديش طاقة وكانت العضلة منبسطة مش هتنقبض، ولو ما عنديش طاقة وكانت العضلة منقبضة أو ما عنديش طاقة كافية مش هتنبسط، وده هو الشد العضلي. أجاوب به، وجود تجويف بالطرف العلوي لعظمة الزند. ليه عظمة الزند فيها تجويف؟ عشان تستقر فيه النتوء الداخلي لعظمة العضد مكونا مفصل الكوع. سكر أحادي، عايزين مصطلح علمي، يستطيع المرور عبر أغشية الخلايا دون الحاجة للأنسولين. أكيد سكر الفركتوز. قارن بين FSH و LH من حيث تأثيره على ذكر الإنسان. تأثيره على الذكر، نبتدي ال FSH وال LH. لكن قبل ما نجاوب الإجابة ديت
هنخرج لفاصل قصير ثم نعود لاستكمال الإجابة على باقي أسئلة هذا البوكل. عودة مرة ثانية واستكمال لحلقة اليوم والإجابة عن مجموعة من الأسئلة والاستماع لأسئلتكم واستفساراتكم. السؤال بيقول قارن بين FSH و LH من حيث تأثيره على ذكر الإنسان. FSH مسؤول عن تكوين الأنيببات المنوية والحيوانات المنوية، بينما تأثير الـ LH مسؤول عن تكوين الخلايا البينية في الخصية المسؤولة عن إفراز هرمون التستوستيرون والأندروستيرون. سؤال اختر الإجابة الصحيحة. جزيء mRNA بيتكون من 336 نيكلوتيدا، كم تكون عدد الأحماض الأمينية في سلسلة عديد البيبتايد نتيجة ترجمة هذا الجزيء؟ بما انهم 336 نيكلوتيدا يبقى 112 كودون. 112 كودون منهم كودون و، يبقى الإجابة دال 111 عدد الأحماض الأمينية. فسر. يعتبر هرمون الـ ACTH من الهرمونات المحفزة لإنتاج الاسترويدات. بالطبع، لأن ACTH هرمون بيفرز من الفص الأمامي الغدة النخامية ليؤثر على قشرة الغدة القذرية، والتي تفرز ثلاثة أنواع من الهرمونات، هي الهرمونات السكرية والهرمونات الجنسية وأيضا نوع آخر من الهرمونات بيسمى الهرمونات المعدنية مثل الألبسترون. نروح لسؤال آخر بيقول ما المقصود بالإخصاب المزدوج؟ اندماج نواة ذكرية من حبة اللقاح مع نواة البيضة لتكوين الزيجوت ثم الجنين يعقبه. إخصاب آخر اندماج نواة ذكرية الثانية مع نواة الكيس الجنيني لتكوين الاندوسبيرم ثلاثي المجموعة الصبغية، والتي يتم فيه تخزين غذاء الجنين. سؤال بيقول ماذا يحدث عند رش الأزهار المذكرة بأندول حمض الخلية؟ أول ما أشوف أزهار مذكرة يبقى ما فيش مبيض، وبالتالي لن يحدث أي تغيير، وذلك لا يعني مش هيكون ثمر يعني، وذلك لأن الزهرة مذكرة لا تحتوي على مبيض. اختر أحد السؤالين ألف أو باء ثم قارن بين إنزيم نزع السمية وإبطال مفعول السم، الطحال والغدة التيموسية. اختار اللي يعجبك، مش ملزم تعمل الاثنين. الجدول فاضي، ما حطيتش عناوين، أنت اللي هتحط العنوان. أنا عنوان اخترت الأولاني، إنزيم نزع السمية ده في النبات وإبطال مفعول السم ده في الإنسان والحيوان. طيب إنزيم نزع السمية دي مواد بروتينية مضادة للميكروبات، بتنتج عندما يتعرض النبات إلى الإصابة بالسموم، وتتفاعل هذه الإنزيمات مع السموم لتحولها إلى مواد غير سامة أي تبطل سميتها. لو هتكلم بقى على إبطال مفعول السم، لا ده حاجة تاني خالص، دي إحدى وظائف أو إحدى طرق عمل الأجسام المضادة. بترتبط الأجسام المضادة مع جزيئات السموم قبل أن تهاجم الخلايا أو تدخل إلى الخلايا. لما هترتبط معها تتفاعل بعد ذلك المركب الناتج مع المتممات في سلسلة من التفاعلات، تنتهي بتحويل هذه المواد السامة إلى مواد غير سامة، ومع ذلك تقوم الخلايا البلعمية الكبيرة بتخلص الجسم من هذه المواد رغم أنها أصبحت غير سامة. وضح بالرسم قطاع عرضي في مبيض أنثى الإنسان. لو أنا هرسم قطاع عرضي سهل جدا، اهو بعمل خطوط خفيفة كده الأول أهو، وبعدين أبتدي أحط مجموعة من الخلايا مختلفة في الحجم كده شوية، وبعدين إحدى الخلايا اهي وكبرها اهي وأقول عليها حويصلة جراف، وبعدين تبتدي الحويصلة تكبر شوية في الحجم أهو، وتكبر بشكل كبير واضح. يبقى أنا رسمت على الأقل ثلاث رسمات توضح حويصلة جراف، وأقول على دي حويصلة جراف. وبعدين يجي في اليوم 14 تحصل ايه للحويصلة؟ نشوف ايه اللي هيحصل. هتبتدي الحويصلة تنفجر، عشان تخرج منها مين؟ تخرج منها البويضة اللي هي الخلية البيضية الثانوية. البويضة دي اسميها بويضة
متحررة. وبعدين ده بقايا البقايا بتاعت حويصلة جراف، تبتدي تتقفل تاني وتعمل لي الجسم الايه؟ الجسم الاصفر اهو، يبقى ده جسم اصفر. اذا كان هناك في جنين او تم اخصاب للبويضة يبقى الجسم الاصفر كما هو لمدة 3 شهور. في حالة عدم اخصاب البويضة وموتها يبتدي الجسم الاصفر يحصل له ايه؟ زي ما انت شايف كده ينكمش تدريجيا. يبقى الجسم الاصفر ينكمش تدريجيا ويقل افرازه لهرمون البروجسترون، وده يبقى جسم اصفر ضامر او منكمش خلاص، عشان يبتدي تعيد دورة المرة التانية. مهم طبعا ان انا اكتب البيانات زي ما انتم شايفين، الرسم عادي ولا حلو ولا اي حاجة، بالعكس رسم انا كل اللي يهمني فيه احط الخلايا المختلفة ديت زي ما انت بتعمل كده بدون اي معاناة، ما اقعدش امسح بقى واعيد مرة واثنين وثلاثة. اذكر اسم الهرمونات اللي تحول الجليكوجين الى جلوكوز ومصدر افرازها. عندي كام هرمون بيحول الجليكوجين الى جلوكوز؟ انا عندي هرمونين، الهرمون الاولاني هو الهرمون الاساسي بتاعي اللي هو الجلوكاجون اللي بيزيد افرازه ساعة نقص الجلوكوز في الدم. طب بيفرز منين؟ بيفرز من خلايا الفا في جزر لانجرهانز في البنكرياس. طيب هل في هرمون اخر؟ ايوه الادرينالين، والهرمون ده من ضمن خصائصه او من ضمن وظائفه انه برضه بيرفع نسبة السكر في الدم بتحويل الجليكوجين المخزن في العضلات الى جلوكوز في الدم، وبالتالي يبقى الادرينالين ومصدر افرازه نخاع الغدة الكظرية. فانا حصرت فين الهرمونات اللي لها علاقة بارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم او لها دور مع تحويل الجليكوجين الى جلوكوز. اختر احد السؤالين الف او باء ثم اكتب المصطلح العلمي المناسب. بروتينات توقف تضاعف الفيروسات الانترفيرونات. طب ما عرفتش الف يبقى ب. انزيمات بكتيرية بتضيف مجموعات ميثايل الى مواقع التعرف على جزيء الدي ان البكتيري لحمايته من التحلل. الانزيمات المعدلة اللي بتعدل من تركيب الدي ان البكتيري عشان تحميه من التحلل نتيجة او من القطع بانزيمات القصر. اختر احد السؤالين الف او باء ثم وضح دوره. يبقى انا عايز الدور بتاعهم، خلايا الفلينية وخيوط الميوسين في انقباض العضل، وبختار ما بين الاتنين. خلايا الفلينية اولا دورها ان هي تعزل المناطق الممزقة عن المناطق السليمة. انا بتكلم على الدور. في ناس بيحب يجوها من بدري شوية، وانا بقول لك ده اللي بيكتب بقى كتير، يقول لك عندما يتعرض النبات الى التمزق ومن اسباب التمزق النمو في السمك واعتداء الانسان والحيوان على النبات وتساقط الاوراق وعند جمع الثمار. تبص تلاقيك عمال تكتب، مع ان انا قلت لك دور الخلايا الفلينيه مش ازاي الخلايا الفلينيه تتكون. دورها تعزل الاجزاء النباتيه الممزقه عن المناطق السليمه وتمنع دخول الميكروب. طب خيوط الميوسين دوره ايه في انقباض العضل؟ انا ما بتكلمش على تركيب قطع عضليه، دوره بيمتد منه الروابط المستعرضه لكي تسحب خيوط الاكتين في مجموعات في اتجاه بعضها كي تنقبض العضل. سؤال اختر احد السؤالين الف او باء ثم علم. حبه الذره ثمره وليست بذره. ليه ثمره؟ علشان الغلاف بتاعها اللي هو غلاف المبيض وأغلفة البويضة اندمجوا مع بعض وعملوا غلاف واحد ثمري. يبقى هي ثمرة. يرجع ذلك إلى اندماج غلاف المبيض مع أغلفة البويضة مكونة غلاف واحد ثمري، فأصبحت في حكم الثمرة وممكن أسميها حبة. طب توقف الدورة الشهرية أثناء الحمل علم ليه بتتوقف؟ توقف الدورة الشهرية يرجع ذلك إلى إفراز هرمون البروجسترون سواء من الجسم الأصفر أو من المشيمة، والبروجسترون يمنع التبويض، والبروجسترون بالتالي يمنع دورة الطمس. اختر الإجابة الصحيحة. الخلايا المناعية المسؤولة عن الاستجابة بالالتهاب هي البائية ولا الحامضية
ولا الصاريه ولا التائيه؟ لا طبعا هي الخلايا الصاريه هي اللي بتفرز ماده الهيستامين. بظل الجيم، لو اخطات ارجع صحح خطأي مفيش مشكله، يعني ما توترش وما قلقش. اكتب المصطلح العلمي، خلايا تتحول مباشره الى حيوانات منويه، تبقى دي الطلائع المنويه. فسر، يختلف التكاثر الجنسي في النباتات الصرخسيه عن التكاثر الجنسي في النباتات الزهريه. ايه هو الاختلاف؟ اقعد ادور بقى في مخي كده ايه الاختلاف. اولا في التكاثر الجنسي، الامشاك في النباتات الزهريه هي حبوب اللقاح والمبيض، بينما في النباتات الصرخسيه سابحات مهدبه والبويضه، هناك برضو البويضه انا اسف تمام او البيضه يعني. طيب التكاثر الجنسي في النباتات الصرخسيه بيتم من خلال عمليه التلقيح عن طريق الوسيله واحده اللي هي الميه. طب وفي النباتات الزهريه؟ لا، انتقال حبوب اللقاح هنا بيتم عن طريق الماء والهواء والحشرات وقد يتدخل الانسان. نمره 3، نتيجه عمليه التكاثر النباتات الصرخسيه بيتكون عن ذلك نبات هو النبات الجرثومي. طب والنباتات الزهريه؟ لا، بينشا عن التكاثر هنا حاجتين اتنين، ينشا بذره وقد ينشا ثمر. ده هو الجزء اللي يهمني قوي في الاختلاف ما بين التكاثر الجنسي في الحالتين. سؤال بيقول يشترك 15 نوع من الاحماض الامينيه في بناء عجيد بالطيب مكون من 300 حمض امين. وضح، طالما 300 حمض امين يبقى كم كودون؟ عدد الكودونات مساوي لعدد الاحماض الامينيه ونضيف عليها واحد اللي هو كودون الوقف، يبقى 301. ب، عدد القواعد النيتروجينيه، ما هو طالما 301 كودون وكل كودون بثلاث نيكلوتيدات او ثلاث قواعد، يبقى 3 في 301 ب 903، وده مش محتاج معاك اله حاسبه. اقل عدد من انواع التي ار ان اي اللازمه لبناء عديد البيبتايد، انواع التي ار ان اي المستخدمه هي 15 نوع يقابل 15 نوع من الاحماض الامينيه، لان كل نوع من انواع ال 15، كل نوع من انواع الاحماض الامينيه ال 15 له نوع او اكثر من التي ار ان اي، يبقى اقل عدد من الانواع بتاعت التي ار ان اي هي ال 15. نوع الرابطه اللي بتنشا بين الاحماض الامينيه وبعضها رابطه بيبتيديه. وضح بالرسم فقط مع كتابه البيانات جزيء الام ار ان اي، ازاي ارسم جزيء الام ار ان اي؟ سهل جدا، برسم عباره عن دايره في الاول كده واقول عليها موقع ارتباط بالريبوسوم، وبعدين خطين متوازيين كده كانهم هما ده الشريط. اول كودون هنا اللي هو اي يو جي، انتوا عارفينه ده كودون ايه؟ كودون البدء. واخر كودون يو اي اي. طب ممكن اكتب يو جي اي؟ ينفع تكتب يو جي اي، ينفع يكتب يو جي اي او يو اي جي او يو اي اي، اي واحد يعجبك فيهم. يبقى في كودون اهو في الاخر وكودون في الاول، ودي كلها كودونات إيه؟ وبعدين ديل من عديد الادينوزين، مش لازم اعمل كتير، كفايه قوي. لغايه كده الرسم غايه في السهوله والبساطه. اكتب بياناتي موقع الارتباط بالريبوسوم. طب وده كودون البدء. طيب وده كودون الوقف. وده ذيل عديد الادينوزين. لو عليهم درجتين هدي نص على الرسم، وثلاث بيانات سليمه تاخد عليها درجه ونص. يبقى اكتب كل بياناتك عشان اقدر احسب لك اكتر او افضل بيانات موجوده بشكل جيد. خدت الرسم مفيش فيه اي مشكله اهوت. هتقولي ما انت مختار رسم سهل، وبرده ان شاء الله الاسئله اللي هتجي لك برده باذن الله في الرسم هتكون سهله ان شاء الله. اختر احد السؤالين الف او باء ثم علل. علل، تختلف جراثيم فطر عفن الخبز عن جراثيم نبات الفجير. جراثيم عفن الخبز احادية المجموعة الصبغية تنتج بالانقسام الميتوزي، وعند انباتها تعطي فطرا جديد، فطر عفن جديد. بينما جراثيم نبات الفجير احادية المجموعة الصبغية
ولكنها تنشأ بالانقسام الميوزي، لأنها طبعا اتنين نون، وعندما تنبت تعطي نبات اسم النبات المشيجي وليس النبات الجرثومي. علم، يختلف تكوين البذرة عن تكوين الثمرة في النباتات الزهرية. في تكوين البذرة يلزمها عملية إخصاب مزدوج، وقلتها من شوية، اندماج النواة الذكرية مع نواة البيضة مع واندماج النواة الذكرية مع نواة الكيس الجنين. يبقى البذرة هنا اتكونت. بيختلف عن تكوين الثمرة، الثمرة لا تحتاج لإخصاب، الثمرة تحتاج لعملية تلقيح لتنبيه المبيض لإفراز الأوكسجينات كي يتشحم المبيض بالغذاء ويتحول إلى ثمرة. أذكر مكان وظيفة غشاء السلي، مكانه يحيط بالجنين والرهب، وظيفته بيمتد منه زوائد إصبعية تسمى المشيمة، تنغمس في بطنة الرحم. وأقول وظائف بقى المشيمة. وظيفة المشيمة الأولى بتستخلص الغذاء المهضوم من دم الأم وتنقله إلى الجنين عن طريق الحبل الصلب والأكسجين أيضا وكل المواد المفيدة. أيضا بتخلص الجنين من مواد الإخراجية ومن ثاني أكسيد الكربون بنقلهما إلى دم الأم. لكن في وظيفة ثالثة، بيفرز هرمون أو تفرز هرمون البروجسترون بدءا من شهر الرابع حتى نهاية فترة الحمل، وإحنا نعلم تماما أن البروجسترون يساعد على استكمال الحمل. ده كانت غشاء السلي. طيب قبل ما ناخد السؤال ده هناخد حبيبة من القاهرة. حبيبة ازاي؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت عايزة أسأل على الأسئلة. يعني نقول سؤالين عشان ندي فرصة إن احنا نكمل الحلقة بتاعتنا. اتفضلي. عايزة أول سؤال، إذا توقف المبيضين على العمل، إذا توقف المبيضان عن العمل يزداد هرمون، يزداد هرمون، وعندنا ألف وب وجيم ود. ألف الاستروجين، استروجين، البروجسترون، البروجسترون، اف اس اتش، اف اس اتش، الريلاكسين، الريلاكسين. ثاني سؤال، من وظائف هرمون ال ال اتش، من وظائف هرمون ال ال اتش، ال اتش، اول اختيار التبويض، التبويض، نمو الجسم الاصفر، نمو الجسم الاصفر، نمو حويصلة جراف، نمو حويصلة جراف، نمو الغدد التناسلية، نمو الغدد التناسلية. اشكرك. ممكن معلش يا مستر، ثانية واحدة اتفضلي. لو انا هرسم الرسمة اكتب البيانات بالرصاص ولا بالجاف؟ اكتبيها برضو بالرصاص. تمام، شكرا. اشكرك يا حبيبة، اسمعيني من التلفزيون. حبيبة بتقول اذا توقف المبيضان عن العمل يزداد أي هرمون؟ توقف المبيضين هنا يقصد به أي توقف، التوقف بسبب الحمل ولا التوقف ما بين دورة طمس ودورة طمس أخرى؟ يبقى مهم جدا السؤال يبقى واضح جدا. لما يتوقف المبيضان عن العمل ما بيشتغلش، ما بينتجش، يبقى المفروض إن اللي هيزيد FSH عشان يبتدي عمل من أول وجديد، يبقى الـ FSH هو اللي هيزداد. من وظائف هرمون LH طبعا التبويض. في ناس هتقولي لا، نمو الجسم الاصفر، مش نمو الجسم الاصفر لكن تكوين الجسم الاصفر، وتفرق الكلمه. يعني لو قلت لك من وظائف هرمون ال اتش وحطيت لك ب تكوين الجسم الاصفر، دي صح والتبويض صح، لكن انا ما كتبناش تكوين الجسم الاصفر، امال كتبنا ايه؟ نمو الجسم الاصفر. في فرق بين التكوين والنمو. اشكر حبيبي على اسئلتك. ناخد مين؟ غاده، ازيك يا غاده؟ حضرتك يا مستر، ربنا يبارك فيكي. يا مستر انا عايزه اتاكد من اجابه اسئله. طب عشان برضو الوقت بتاعنا ضيق هنتاكد من حاجه قليله شويه. اتفضلي. ماشي حاضر. ترتبط مجموعه الفوسفات في هيكل سكر الفوسفات بذره الكربون. طب بصي يا غاده، احنا تقريبا كلنا، انا وانتو كل طلبه مصر، حفظنا الاسئله الحمد لله متداوله. بترتبط اذا قال لك جوه الهيكل يبقى هترتبط بخمسه وثلاثه، لو قال لك جوه النيوكليوتيدا في النيوكليوتيدا يبقى بيرتبط بس بكام؟ بخمسه. تمام. يبقى مجموعه الفوسفات انت اقول بترتبط بخمسه وانت اقول انها بترتبط بخمسه وثلاثه حسب صيغه السؤال. خلاص تمام. خلاص اتاكدي من الثاني. هو هرمون ينبه افراز عصاره تهضم البروتين فقط، النمو يهضم البروتين فقط؟
طيب البيبسين اللي موجود العصير المعدي هنا في بيبسين بيفرز من المعده، مين اللي بينشط المعده علشان تفرز عصارتها المعديه؟ هرمون اسمه الجستري. تمام. يبقى اربطي ما بين المعده بتاعتك اللي عماله تهضم في البروتين ليل ونهار ديه، وان مين اللي نبه المعده ان يفرز انزيماتها لهضم محتوى الطعام، محتوى الطعام اللي بيهضم في المعده هو البروتين، يبقى الهرمون اللي هيحفز او ينشط الخلايا اللي موجوده في بطانه المعده لافراز هرمون الجسترين، اسف الهرمون لافراز العصاره الهاضمه، يبقى هو هرمون الجستري. اشكرك. اشكرك يا غاده، معلش عشان الوقت الا لو كان في سؤال ملح قوي. اشكرك يا غاده. عندنا رسمه زي ما انتم شايفين اللي هي قطاع في زهره وعليها مجموعه من الاسئله. السؤال الاولاني اكتب البيانات 1 و3 و7. 1 نبيل، 3 نواه تكتيس الجنين، 7 النقيض. السؤال الثاني اذكر رقم التراكيب اللي تندمج مع انويه المشيج المذكر لتكوين الزيجوت والاندوسبيرم. ارجع للانويه. اول حاجه اختار مين؟ 5. 5 دي مين؟ البيضه اللي هتندمج نواتها مع نواه ذكريه عشان يكون الزيجوت ثم الجنين. وبعدين اختار رقم 3 اللي هم نواه تكيس الجنين اللي هتندمج مع النواه الذكريه الاخرى عشان تديني الاندوسبيرم. ما جنس هذه الزهره وما نوع التلقيح فيها؟ جنس الزهره دي تعتبر مؤنثه. ليه؟ مؤنثة وليست خنثى أو مذكرة. أولا يغيب فيها الطالع، طالما غاب فيها الطالع وموجود المبيض تبقى الزهرة دي زهرة مؤنثة. إزاي يتم التلقيح فيها؟ لو كانت هي والزهرة المذكرة على نفس النبات سيكون التلقيح فيها ذاتيا، أما إذا كانت الزهرة المؤنثة على نبات والزهرة المذكرة على نبات آخر فالتلقيح هنا سيكون تلقيح خلطي. نيجي لسؤال، إذا كان عدد الصبغيات في رقم 1 10 ازواج من الصبغيات، فكم يكون عدد الصبغيات في رقم 4؟ فكروا، نروح لواحد، واحد دي المبيض، اذا كان المبيض الخلايا فيه 10 ازواج، تبقى رقم 4 كام؟ 4 دي مين؟ 4 دي خلايا سيماتيه، يبقى خليه المبيض 2 نون، لكن خليه السيماتيه نون، فاذا كان عندي 10 ازواج، فانا عندي 10 صبغيات في 4، واوعى تكتب 5 ازواج، اوعى. 10 ازواج من الصبغيات يبقى نون بتساوي 10 صبغيات، لان نون عمرها ما بتكون في ازواج. اختر احد السؤالين الف او باء ثم قارن. عمليه الترجمه الام ار ان اي الى بروتين في اوليات النواه وفي حقيقيات النواه او الكودون ومضاد الكودون. لما اجي اقارن ما بينهم، ترجمه الام ار ان اي الى بروتين في الاوليات بتتم الترجمه أثناء عملية النسخ، وذلك لعدم وجود غشاء نووي يفصل المادة الوراثية عن السيتوبلازم. خلاص. طب والترجمة في حقيقيات النواة؟ تتم الترجمة بعد الانتهاء من عملية النسخ، وذلك لوجود غشاء نووي يفصل المادة الوراثية عن السيتوبلازم. لو ما قدرتش أقارن، أقارن به بين الكودون ومضاد الكودون. الكودون بيقع على من؟ الكودون 3 نيكلوتيدات موجودة على الام ار ان اي تمثل شفرة حمض امين معين. طب ومضاد الكودون برضو 3 نيكلوتيدات بس موجودة على التي ار ان اي، دورها بترتبط مع النيكلوتيدات المكملة لها على الام ار ان اي، وذلك لنقل الحمض الاميني وادخاله في مكانه المناسب في سلسلة عجيد البيبتايد. إذا كان لديك جذر نبات فقط، من خلال دراستك كيف يمكنك الحصول على نبات كامل وما الأساس العلمي لذلك؟ هاخد خلايا من الجذر وأحطها في منبت غذائي من لبن جوز الهند. اشمعنى؟ لأنه غني بالعناصر المغذية وبالهرمونات النباتية. إيه الأساس العلمي؟ طبعا خلاص هتنقسم زي ما أنتم عارفين وتكون بادرات من هذا النبات تنقل بعد ذلك إلى التربة. الأساس العلمي بيقول إن الخلية النباتية، النباتية مش البشرية ولا الحيوانية، الخلية النباتية المحتوية على المعلومات الوراثية الكاملة يمكنها أن تكون نبات جديد إذا وضعت في منبت غذائي مناسب. ده اسمه الأساس الإيه؟ العلمي. اذكر نوعين من الهرمونات
تلعب دورا هاما في ارتفاع ضغط الدم عند الانسان. يبقى نقول لك على حاجات اهو عشان تبقى عارف ايه اللي ممكن يرفع ضغط الدم غير المشاكل. خلينا في الهرمونات. ايه الهرمونين اللي ممكن يرفعوا ضغط الدم عندك؟ الهرمون الاولاني ADH. وADH ده له وظيفتين او VH زي ما انتوا عايزين تسموه. الوظيفه الاولى انه بيعيد امتصاص الماء من نفرونات الكلى ويعيدها مره اخرى الى الدم حتى تظل نسبه الماء في الدم ثابته، ويترتب على ذلك يقل معدل البول وكميته. بالاضافه ان له وظيفه ثانيه ارتفاع ضغط الدم. ليه؟ لانه بيعمل انقباض في الاوعيه الدمويه. فنصيحتي ليك ما تعطش، ما تخليش نفسك تعطش. ليه هتعطش؟ ما هو انت لو فقدت كميه ميه من جسمك وما شربتش بسرعه هيزيد الاي دي اتش، ولما هيزيد الاي دي اتش هيعمل لك الحاجتين الاثنين، حاجه كويسه طبعا وحاجه مش كويسه. الحاجه الكويسه انه يحافظ على حياتك باعاده امتصاص الماء من نفرونات الكلى ويرجعها للدم حتى لا يصبح الدم لزج، او يحافظ بيه على حياتك. الوظيفه الثانيه اللي هيعملها انه هيسبب لك ارتفاع بضغط الدم بسبب انقباض الاوعيه الدمويه، يبقى رفعنا ضغط الدم عندك. طيب الهرمون الثاني برضو اللي بيعمل ارتفاع في ضغط الدم الادرينالين، برضو بيعمل انقباض في الاوعيه الدمويه ويسبب ارتفاع ضغط الايه؟ الدم. سؤال رقم 36 بيقول اختر احد السؤالين الف او باء ثم اكتب المصطلح العلمي. غدة حويصلية تصب هرموناتها مباشرة في الدم. الغدة الحويصلية اللي احنا جبنا سيرتها عندنا في الكتاب كانت الغدة الدرقية، وهي اللي بتفرز هرموناتها من الثيروكسين والكالسيتونين في الدم مباشرة. لكن لو اتغيرت الجملة وكانت خلايا حويصلية تصب انزيماتها في قناة، يبقى ما بتصبش هنا في الدم، يبقى الخلايا الحويصلية اللي موجودة في البنكرياس. عشان كلمة خلايا حويصلية مرة استخدمتها كغدة قنوية في البنكرياس، ومرة استخدمت نفس الاسم كغدة لا قنوية أو صماء في حالة الغدة الدرقية. مصطلح علمي، طريقة لمنع الحمل تمنع التبويض، الطريقة الوحيدة اللي بتمنع التبويض الأقراص. اختر الإجابة الصحيحة. الهرمون اللي بيؤثر في عمل الكليتين بشكل مباشر، يعني بينزل على الكلى مباشرة، يبقى الـ ADH. يختلف دور الخلايا البلعامية الكبيرة الدوارة عن الثابتة، وانت بتذاكر لازم تبقى مميز. الثابتة دي في الأنسجة لها دور واحد بس، انها تبتلع الميكروبات والأجسام الغريبة وبواسطة الإنزيمات الموجودة داخل لايسوسوماتها تحلل هذه الميكروبات والأجسام الغريبة وتخلص الجسم منها. ده الثابتة. أما الجوالة والدوارة بتقوم بنفس الوظيفة ديت، ولكن هناك وظيفة أخرى. إيه هي؟ بتجمع المعلومات عن الميكروب والأنتيجين وتنقله إلى الخلايا المناعية المتخصصة. تنقله الخلايا المناعية المتخصصة. ده بالإضافة إنها بتقوم بدور تنشيطي لأنها بتنشط الخلايا المساعدة TH. عبد الرحمن من أسوان. عبد الرحمن إزيك؟ السلام عليكم، ازيك يا مستر؟ ربنا يبارك فيك يا عبد الرحمن. عندي سؤال كده بيقول لك كيف يمكن الحصول على شريط دي ان ايه؟ كيف يمكن الحصول على شريط دي ان ايه؟ مزدوج من ام ار ان ايه؟ ام ار ان ايه؟ انا مش عارف، انا ممكن يعني هتعرف حالا يا عبد الرحمن. تحب تسمعني بقى ولا تسمع من التلفزيون؟ لا، ما انا عايز اسال سؤال بس. طب اسال سؤالك الثاني يا عبد الرحمن. لا بقول يعني ممكن كده ممكن اجاوب على السؤال. لا جاوب خلاص، عبد الرحمن هيجاوب لنا واحنا نقول له برافو. قول يا عبد الرحمن. زي علل مثلا السؤال ده ولا نكتب شريط دي ان ايه وانتج منه الام ار ان ايه؟ انت عندك ام ار ان ايه دلوقتي، ازاي تطلع اول شريط؟ هتستخدم انزيم اسمه ايه؟ عبد الرحمن. نعم. هتستخدم انزيم اسمه ايه عشان تحول الار ان ايه تبني منه شريط دي ان ايه؟ ما انا عشان كده بسالك حضرتك يعني. طيب خلاص، يبقى تسمعني من التلفزيون يا عبد الرحمن، انا كنت فاكر ان انت ممكن تجاوب معانا. اشكرك عبد الرحمن على تواصلك. عبد الرحمن سؤاله سهل جدا والناس كلها برضه هتسمعني. ام ار ان ايه عشان احوله او انسخه لشريط دي ان ايه يبقى لازم يكون عندي انزيم اسمه النسخ العكسي.
وكونت شريط دي ان ايه. بعد ما كونت شريط دي ان ايه يقوم انزيم البلمره ببناء شريط يتكامل معه. يبقى انا دلوقتي بنيت اول شريط بانزيم النسخ العكسي، وبنيت الشريط الذي يتكامل معه بانزيم البلمره، فحولت الار ان ايه الى جي ان ايه مزدوج. سؤال بيقول اكتب المصطلح العلمي. خلايا بائية بتتعرف مباشرة على الانتيجينات بتاعة الميكروبات دون تنشيط من الخلايا التائية المساعدة، اكيد خلايا البائية الذاكرة. سؤال ماذا يحدث اذا نقص نسبة الصوديوم في الدم؟ طبعا الصوديوم لو نقص في الدم ممكن يحصل، طبعا هقول لكم حاجتين اتنين، هيأثر على نقل السيال العصبي، لكن انا عايز اتكلم على الدور الهرموني افضل في السؤال دوت. انا مش هسيب الصوديوم ينقص للدرجة ان ممكن يؤثر على سلامة الجهاز العصبي. من المنطق والعقل ان انا عندي هرمونات اول ما ينقص الصوديوم الحق بسرعة. زي كده واحد عنده نقص في الجلوكوز اسيبه لما تجيله غيبوبة؟ امال الانسولين، اسف، امال الجلوكوجون ده بيعمل ايه؟ يبقى لما اقول نقص هنا انا عايز اقول الدور الهرموني هنا. فالدور الهرموني يعمل ايه بالنسبة لرفع نسبة الصوديوم؟ رفع نسبة الصوديوم تتطلب انه هرمون الالدسترون يروح ينشط او يؤثر على نفرونات الكلى ويعيد امتصاص ايونات الصوديوم من مكونات البول قبل خروجها مع البول النهائي واعادتها الى الدم مرة اخرى. معانا محسن. محسن ازيك؟ الله يسلمك يا استاذ حسن. بعد اذنك يا استاذ كان عندي سؤالين. اتفضل. كان عندي سؤالين بس. طب سؤالين بس، الاولاني إذا كان تتابع الرايبونيوكليوتيدات، إذا كان تتابع الرايبونيوكليوتيدات على شريط ام ار ان ايه اللي موجود على الام ار ان ايه ماله بقى؟ التالي خمسة شرطة، خمسة شرطة اي يو جي سي سي يو، لا قول بقى واحدة واحدة سي، لا قول لي بالاسم القاعدة نفسها. أنا قلت يعني قول لي ثواني اي يو جي، يعني أقول أدينين يوراسيل جوانين، قول لي كده بنفس الطريقة. سيتوزين، سيتوزين، سيتوسين، سيتوزين، يوراسيل، 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 جوانين، جوانين، أدينين، أدينين، جوانين، جوانين، سيتوسين، سيتوزين، أدينين، 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 يوراسيل، يوراسيل، جوانين، جوانين، يوراسيل. تاني؟ يعني بعد الاي يو جي اعمل تاني. ماشي. يوراسيل، ادينين، 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 يعني انت حطيت اي يو جي وبعدين يو اي وبعدين ثلاثة شرط. تمام تمام. ايه المطلوب؟ اكتب تتابع النيوكليوتيدات الناتجه من معامله هذا التتابع، ها، بنزيم النسخ العكسي. النسخ العكسي كم عدد انواع، كم عدد انواع الاحماض الامينيه المتكونه؟ طب هنكتب بس الاسئله. عايز تتابع بمعاملة الناتج من معاملة انزيم النسخ العكسي. النسخ العكسي، تمام. عدد أنواع الأحماض الأمينية، عدد أنواع، أنواع الأحماض الأمينية. السؤال ده أنا معترض عليه محسن، وهقول لك ليه معترض دلوقتي وأنا بجاوب. بس يلا ثلاثة. بس يا أستاذ الإجابة على السؤال ده كان جاي خمسة، بس أنا ما كنتش عارف إزاي. بس طيب أعرف. أنا طيب. في فرق بين عدد الأحماض وعدد أنواع الأحماض. تمام تمام، اتفضل. تمام. السؤال الثاني ده كان السؤال الاولاني مش كده؟ اه السؤال الاولاني. طيب شيل دي كده يا محسن وناخد منك السؤال الثاني. قول سؤالك الثاني يا محسن. اذا كان لديك جين يحمل، اذا كان لديك جين يحمل التتابعات التاليه على احد اشرطتك، التتابع التالي على احد الاشرطه، ثلاثة شرطه، ثلاثة شرطه، صينين، صينين، ادينين، ادينين، سيتوزين، سيتوزين، صينين، صينين، سيتوزين، 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 سيتوزين تاني؟ اه طيب. صينين، 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 تمام. صينين رابع واحدة، رابع، ها، ادينين، ادينين، صينين، سيتوزين، سيتوزين، صينين، صينين، سيتوزين، 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 أدينين، أدينين، صينين، 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 وخمسة شرط. كم عدد
وضح عدد الأحماض الأمينية الناتجة من ترجمة الجزيئة. عدد الأحماض الأمينية مش عدد الأنواع، ها؟ عدد الأحماض هنا الناتجة عن ترجمة الـ mRNA الناتج عن هذا التتابع، مش كده؟ كم عدد أنواع الـ tRNA؟ عدد أنواع الـ tRNA اللي هتنقل الأحماض. عملية الترجمة. أشكرك يا مصر. أشكرك، اسمعني من التلفزيون. هو سؤالين كويسين عشان كله يتعلم إزاي يبتدي يجاوب هذه التطبيقات على الـ DNA. وبنسبة التطبيقات أنا مبسوط إن النهاردة، مبسوط إن اللي بيشوفني النهاردة طلبة الثانوية العامة وطلبة الثانوية الأزهرية، ودي حاجة تسعدني جدا بسبب بسيط انه توافق الحمد لله الامتحان عند كلا الشهادتين، كلهم هيمتحنوا يوم الاثنين. صحيح كانت الثانوية الأزهرية بتمتحن النهاردة، لكن أكيد أنا مستمتع بأنهم بيتفرجوا عليا في حلقة اليوم. نبتدي نقول سؤال محسن الأولاني ورجعه لكم تاني أهو. بيقول تتابع الريبونيوكليجيدات على الـ mRNA. طيب لما أجي أكتب التتابع قدامكم كده، عايز التتابع بعد ما عامله بالنسخ العكسي، انا هعمل دون النظر انا همشي من اليمين للشمال ولا من الشمال يمين، مش فارقه معايا. يبقى 5 ادي 3 شرطه، هنا كان في 5 شرطه A U G. يبقى اما اجي اطلع جي ان اي، الاي هتبقى تي واليو هتبقى اي والجي هتبقى سي، سي سي يو، يبقى جي جي اي، يو جي اي، يبقى تي سي اسف اي سي تي، اي سي تي اللي هي اليو جي اي، وبعدين جي سي اي يبقى سي جي يو، اي يو جي يبقى يو اي سي، يو اي اي يبقى، انا اسف انا بعمل شريط ار ان اي، هو ده غلط لان كل يو هنا عملتها احط مكانها تي، عشان نعملها مره تاني اهو، ادي 3 شرطه تي اي سي جي جي اي، بعدين اي سي تي سي سي تي تي اي تي، اخر واحده يو بعمل اي 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 تي تي. معذرة ان انا كنت بحط احيانا اليو. طالما ان انا بستخدم انزيم نسخ عكسي يبقى انا بستخدم شريط دي ان اي. يبقى التتابع اللي هيتم عندي هيبقى 3 وهنا هيبقى 5. التتابع ده هو اللي انا اخدته من على الام ار ان اي. طيب ارجع بقى لعدد انواع الاحماض الامينية. عدد الانواع تعال نشوف كم نوع. ادي 1 ادي 2 يو جي اي، هو يو جي اي ده نوع؟ لا طبعا. ليه؟ لانه قد يكون هو كده قدون وقف، عشان كده اقف عند النقطه دي واقول عدد الاحماض الامينيه اللي هتتكون هما الاثنين دول بس، عدد الانواع الاثنين. ما اقدرش طالما في قدون وقف هنا ما اقدرش اكمل الباقي. يبقى وجود قدون وقف في النص ما يمنعني ان انا اكمل باقي العدد ده. نروح للسؤال الثاني بتاع محسن، انه اداني المرة دي دي ان ايه وعايز منه عدد الاحماض. طبعا قبل ما ابتدي اخد عدد الاحماض لازم انسخ ده الى ار ان ايه. طب نبتدي ننسخ 3 شرطة يبقى 5 شرطة تي اي سي اي يو جي تي سي سي يبقى اي جي جي اي تي 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 يبقى اي 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 تي اي سي تي تبقى اي والاي تبقى يو والسي تبقى جي تي سي سي يبقى اي جي جي اي تي تي يبقى يو اي اي ده 5 يبقى هنا 3. دلوقتي عندنا كل الكودونات وبقول كم عدد الاحماض مش عدد انواع الاحماض. ادي شفره حمض 2 3 4 5 يبقى انا عندي هنا 5 عدد الاحماض 5. طب وده ما ينفعش عشان ده قدون وقف. يبقى عدد انواع الاحماض عدد الاحماض 5 احماض، ما بتكلمش بالانواع امينيه. عدد انواع التي ار ان اي طالما قال لي انواع، اللي هيشيل ده هو نفسه اللي هيشيل ده كنوع، لان اي وجي
واللي هيشيل ده هو نفسه اللي هيشيل ده. تمام؟ يبقى انا عندي هنا ادي نوع، ادي اتنين، ادي تلاته، ومش هحسب دول لان نفس النوع اللي بيشيل اي وجي هو نفس النوع اللي بيشيل اي وجي، نفس النوع اللي بيشيل اي جي جي هو نفس النوع اللي بيشيل اي جي جي. يبقى كام نوع؟ تلات انواع من التي ار ان اي. طب واليو اي ايه؟ كودون واقف ملوش تي ار ان اي. طب لو قال لي عدد انواع الاحماض الامينيه، يبقى لو قال لي عدد انواع الاحماض الامينيه، وانا ما بحبش اقول عدد انواع لربما يكون في كودون هنا له نفس شفره الكودون اللي جنبه، طالما الحمض الاميني له اكثر من شفره، لكن في ضوء اللي انا شايفه هقول ثلاث انواع من الاحماض الامينيه. لكن سؤال محسن كان بيتكلم على عدد الاحماض الامينيه وعدد انواع التي ار ان اي. نرجع لاسئله البوكلت اللي احنا بنجاوبه مع بعض. اذكر مكان وظيفه العقد الليمفاويه. مكانها بتنتشر في جميع اجزاء الجسم من ضمن الاماكن على جانبي العنق واسفل الابطين. الوظيفه، وظيفه العقد الليمفاويه حاجتين اتنين، بتخزن فيها كل انواع الخلايا المناعيه عدا الذريه. يعني موجود فيها الخلايا الملتهمه، موجود فيها البلعاميه الكبيره، موجوده فيها الخلايا الليمفاويه. يبقى مخزن. اتنين، تعمل العقد الليمفاويه على تنقيه الليمف من الاجسام الغريبه وحطام الخلايا وخلايا الدم الميته والميكروبات والانتيجينات بحجزها في العقد الليمفاويه وتقليص الجسم منها. معانا ضحى الفيوم. ايوه، ازيك يا ضحى؟ تمام الحمد لله. تمام، ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. يلا قولي لي ايه اللي سالتك. بحب اشكر حضرتك يعني على المجهود العظيم اللي حضرتك بتبذله لينا، وبشكر فريق الاعداد كله. ربنا يبارك فيك يا بنتي، وربنا يكرمك ويوفقك انت وكل طلبه الثانويه العامه والازهريه يا رب. يا رب. اشكرك. معلش كنا عندي استفسار يعني كده عن سؤال، عايزه اتاكد هو صح ولا غلط. اتفضلي. بيقول لي الجزء المسؤول عن قراءة لغتي الأحماض الأمينية. الجزء المسؤول عن قراءة لغتي الأحماض الأمينية والنيوكليوتيدات. الأمينية mRNA والنيوكليوتيدات اللي هو مين؟ الـ mRNA. التي ار ان اي. التي؟ مش الـ mRNA. هقول لك ليه؟ هو مش التي ار ان اي عنده موقعين؟ أيوه عنده. موقع اسمه إيه؟ اللي هو الارتباط بالحمض الاميني. يبقى خلصنا من الاحماض الامينيه، يبقى رابط الحمض الاميني. تمام تمام تمام. وبيتعرف على النيوكليوتيدات اللي على الام ار ان اي من خلال مضاد الايه؟ الكودون. يبقى مضاد الكودون اتعرف بيه على الكودون او النيوكليوتيدات اللي موجوده على الام ار ان اي، وعنده موقع بيشيل الحمض الاميني. اذا هو ليه قدره ان يقرا اللغتين مع بعض. خلاص اشكرك يا ضحى. سؤال تاني لو اتفضلي. بيقول في البكتيريا تتم عمليتي الترجمه والنقل بسبب عدم وجود غشاء نووي يحيط بالماده الوراثيه لها. هو العبارتين صحيحتان طبعا، بس يوجد علاقه بينهما ولا لا؟ ايوه يوجد علاقه. يعني ايه علاقه؟ ما هو عشان ما فيش غشاء نووي كانت الترجمه بتتم اثناء عمليه النسخ، يبقى بينهم علاقه ولا لا؟ اه. وذلك لغياب الغشاء النووي. يبقى غياب الغشاء النووي كان السبب في ان الترجمه تتم اثناء عمليه النسخ. يا ضحى اشكرك يا ضحى على اتصالك. اشكرك يا فندم. السؤال رقم 42 في البوكلت الاول بيقول ماذا يحدث في حاله غياب اللايسوسومات من الخلايا البلعميه الجواله؟ الجواله يبقى لن يتم فصل الانتيجينات عن الميكروب ولن يرتبط مع الام اتش سي بروتين التوافق النسيجي، وبالتالي لن تعرض الانتيجينات على سطح الميكروب فلا تتعرف عليها الخلايا التائيه المساعده ولا يتم تنشيطها. ب، ماذا يحدث في حاله عند حدوث تغير في ترتيب القواعد النيتروجينيه في جزيئ الدي ان ايه؟ لو حدث تغير في ترتيب القواعد النيتروجينيه يؤدي الى تغير في تتابع القواعد النيتروجينيه على الام ار ان ايه اللي هي الشفره، مما يؤدي الى تغير في تخليق البروتين، تغير البروتين، مما يؤدي الى تغير في الصفه الوراثيه، ويسمى ذلك طفره جينيه. اذكر فقط الاطوار ثنائيه المجموعه الصبغيه في دوره حياه البلازموديوم بتاع الملاريا،
وانت بتذاكر كده هتلاقي اول مرحله قلنا عليها كانت 2 نون كان الزيت ثم الطور الحركي، بعد ذلك مفيش. يبقى هما مرحلتين اتنين بس، نوعين من هذه الاطوار هي الزيجوت او اللاقحه وايضا الطور الحركي، دول بيكونوا 2 نون. وضح بالرسم مرحله النضج عند تكوين الحانات المنويه والبويضه في الانسان. وانا شايف ان الموضوع سهل، لان عمليه النضج سواء نحطهم قصاد بعض كده، عندي خليه واحده هنا وخليه قصادها اهي، انتوا شايفينهم كده. بعد الميوز الاول بيديني خليتين متساويتين، بعد الميوز الثاني بيبقى عدد الخلايا 4 اسمهم طلائع منوية، يبقى دي اسمها طلائع منوية، دي مرحلة النضج. طب ودي خلايا منوية ثانوية، طب ودي خلية منوية أولية. طب عدد الصبغيات 2 نون وهنا نون وهنا الطلائع نون. ده بالنسبة لمين؟ ده بالنسبة لذكر الإنسان في الخصية. نيجي للأنثى في المبيض، تعال نشوف اللي هيحصل. هديني آدي واحد وآدي التانية، شايفين الفرق بقى؟ هنا بيديني خلية بيضية ثانوية وجسم قطبي، وإذا كان في فرصة لحدوث الإخصاب هتديني بويضة وثلاث أجسام قطبية. يبقى لما أجي أكتب البيانات زي ما كتبت قبل كده، تبقى دي بويضة ودولت ثلاث أجسام قطبية، ودي اسمها خلية بيضية أولية 2 نون. طب ودي اسمها خلية بيضية ثانوية اللي خرجت من حويصل الجراف وبقت نون. طب وده جسم قطبي وده نون. ده أكتب عليه بقى إيه؟ انقسام، انقسام ميوزي أول. طب وده انقسام ميوزي تاني. طب وهنا اكتب برضو نفس القصة، هنا انقسام ميوزي اول وهنا انقسام ميوزي تاني. يبقى الانقسامات تمت بهذا الشكل، بس لازم تبقى عارف ان في اختلاف. هنا ادتني 4 طلائع منوية تنتج 4 حانات منوية، لكن هنا ادتني بويضة واحدة وثلاث اجسام قطبية، ودي مقصودة. مقصودة ليه؟ عشان تديني عدد محدود من الافراد، لان الافراد الناتجة عن الانسان او التكاثر الجنسي بوجه عام تحتاج لفترات رعاية وفترات حضانة تمتد لعدة سنوات. السؤال الاخير في البوكل دوت بيقول اختر الاجابة الصحيحة من امثلة الحركات التي يقوم بها نبات المستحية: حركة اللمس والنوم، حركة الانتحاء، حركة دورانية للسيتوبلازم، جميع ما سبق. ناس بتتخم وبتكتب اللمس والنوم عشان ذاكرها في المستحية، بس خلي بالك ان المستحية نبات، واي نبات في الدنيا لازم تبقى له حركة انتحاء اذا كان الضوء مصدر جانبي او كاذبية زي ما انتم عارفين الارضية. وايضا كل خلايا نبات فيها سيتوبلازم وبيعمل حركة دورانية، عشان كده كانت الاجابة جميع ما سبق. يبقى هنا قبل ما تجاوب اقرا الاربع اجابات عشان ما تغلطش وترجع تندم مره ثانيه. تعال نشوف النموذج الثاني او حل البوكلت اللي هو يعتبر رقم 4 في الترتيب اللي احنا اتفقنا عليه، ويا ريت تتابعوني علشان تفضلوا كده نحاول نجاوب مع بعض الاسئله. السؤال الاولاني اختر احد السؤالين الف او باء ثم اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات الاتيه. خلاص احنا اتمرنا بقى في اللي فات. عظمة تشارك بتجويفها في تكوين مفصل محدود الحركة، يبقى هي عظمة اسمها عظمة الزند، عمل نطقها اللي موجود كان عظمة تشارك بتجويفها، يبقى ده عظمة الزند، لكن اللي شاركت بالنطق الداخلي بتاعها كانت العضل. أصغر وحدة انقباض في العضلة الهيكلية، أصغر وحدة انقباض هي القطعة العضلية. اختر أحد السؤالين ثم وضح ما المقصود به. مولدات الضد والتعادل. مولدات الضد هي الانتيجينات، وهي عبارة عن مواد بروتينية توجد على سطح الميكروبات، ومن خلالها يستطيع الخلايا المناعية أن تتعرف على الميكروب. طب والتعادل؟ يعتبر طريقة من طرق عمل الأجسام المضادة، ولكنها مع الفيروسات أو مع الخلايا المصابة بالفيروس. فالتعادل معناها ارتباط الأجسام المضادة بغلاف الفيروس لمنع التصاقه بخلايا الجسم
ومنع ادخال مادته الوراثيه الى الخلايا، يبقى ده تحييد او تعادل. لكن لو كان الخليه انتقل اليها بالفعل الماده الوراثيه للفيروس، فالاجسام المضاده دورها انها ترتبط بالغلاف او الغشاء البلازمي بتاع الخليه المصابه دلوقتي حتى يمنع انفجارها وبالتالي يمنع انتشار الفيروس. يبقى دور الاجسام المضاده هنا ليس قتل الفيروس والقضاء عليه، ولكنها منع انتشاره، تحييده. عشان كده قلت عليه تعادل. اختر احد السؤالين الف او باء ثم اذكر المكان والوظيفه. الجسم الاصفر مكانه فين؟ الجسم الاصفر مكانه في مبيض انثى بالغه. تمام. وظيفه الجسم الاصفر ايه؟ افراز هرمون البروجسترون الذي يهيئ الرحم لاستقبال الجنين، فيزيد من سمك بطنه الرحم ويجعلها غديه، ويزيد من الامداد الدموي لبطنه الرحم. طيب غشاء الرهن موجود فين؟ يحيط حول الجنين، ده مكانه. طب وظيفته؟ يكون سائل يسمى بالسائل الرهني يحمي الجنين من الجفاف والصدمات. ايضا يكون ما يعرف باسم الحبل السري الذي يصل ما بين الجنين والمشيمه، ومن خلاله تنتقل المواد الغذائيه المهضومه والاكسجين من دم الام من المشيمه الى الجنين، وينتقل المواد الاخراجيه وثاني اكسيد الكربون من الجنين الى المشيمه. يبقى مهم جدا نبقى عارفين دور الحبل السري في عمليه نقل المواد الغذائيه المهضومه والاكسجين، وايضا تقليص الجنين من ثاني اكسيد الكربون ومن الفضلات الاخراجيه. الشكل اللي قدامكم كلكم حفظتوه خلاص، ولازم تبقوا حافظينه ببياناته. دي عقده لمفاويه قطاع فيها. اكتب البيانات اللي بتدل عليها الارقام 3 و4. 3 وعاء، احنا عارفين في اوعيه صادره واوعيه وارده، وعاء صادر. تمام؟ طبعا 4 وعاء وارد و5 وعاء صادر. 3 الوعاء الصادر اسف، 4 وعاء وارد، يبقى دي الاوعيه اللي بتبقى داخله وخارجه في العقد الليمفاويه. ما نوع الخلايا الموجوده في الجزء رقم 2؟ الجزء رقم 2 اللي هي الجزء الداخلي اللي هي الحواجز او التجويف اللي موجوده جوه العقده الليمفاويه. بتحتوي على ايه؟ عد معايا. تحتوي على خلايا متعادله وحده النواه وحموديه وقاعديه بكل الملتهمه. تحتوي على خلايا بلعميه كبيره ثابته. وبتحتوي ايضا على خلايا ليمفاويه بائيه وتائيه. حدد مكان وجود هذه العقد مع ذكر وظيفتها. مكانها تنتشر في معظم اجزاء الجسم وتوجد تحت الابطين على جانبي عظام الحوض اسفل او على جانبي العنق. ده الاماكن اللي ممكن نقول نذكرها في الامتحان. وظيفه العقد زي ما اتفقنا لها وظيفتين، تخزين الخلايا الليمفاويه والخلايا الدم البيضاء الاخرى. نمره 2 ودي اللي تهمني، تنقيه الليمف من المواد او الاجسام الغريبه ومن حطام الخلايا ومن الميكروبات والقضاء عليها وتخليص الجسم منها. علم نواه الاندوسبيرم ثلاثية المجموعة الصبغية، لأنها تنشأ من اندماج نواة زكريا مع نواة الكيس الجنيني، نواة زكريا نون، نواة الكيس الجنيني كلاهما 2 نون، فالمجموع الكلي 3 نون، عشان كده نواة الاندوسبرمية أو النواة الاندوسبرمية ثلاثية المجموعة الصبغية. اختر أو أذكر آسف مكان ووظيفة الغضاريف. يبقى أنا عايز المكان والوظيفة. الغضاريف أحدد فيها أكتر من مكان. أولاً تغطي أطراف العظام عند المفاصل، أدي مكان. توجد بين العظام المتجاورة زي العمود الفقاري بين فقراته، وتشكل الأنف والأذن والحلقات الغضروفية للقصبة الهوائية. ده الأماكن. طب وظيفتها؟ وظيفتها اللي عندي في الكتاب بس. حماية أطراف العظام من التآكل نتيجة الاحتكاك المستمر. وسهولة الحركة بتسهل من حركة العظام عند المفاصل. قارن بين دور الأنسولين والأدرينالين في أيض الجلوكوز في الجسم.
طالما ما عنديش اختيار حطيت لك الانسولين والادرينالين كتبتهم لك مفيش مشكله عندي. طيب الانسولين دوره ايه في الايض بتاع الجلوكوز؟ دوره مزدوج. الدور الاولاني ان بيحس الخلايا على استهلاك الجلوكوز فيزيد نفاذيه اغشيه الخلايا لمرور السكريات الاحاديه ومنها الجلوكوز، تمام؟ وطبعا الفركتوز بينتقل بدون الانسولين. الشكل الثاني لعمل الانسولين للايض هو يحس او في الكبد وفي العضلات يتحول الجلوكوز الى جليكوجين بمساعده الانسولين. طب نروح للادرينالين. الادرينالين دوره ايه في الايض؟ بيمشي في اتجاه واحد اللي هو ايه؟ بيحول الجليكوجين المخزن في العضلات الى جلوكوز في الدم. يبقى الادرينالين دوره انه يحول الجليكوجين المخزن في العضلات الى جلوكوز في الدم. اختر احد السؤالين الف او باء ثم علم. تظل الكرمات دائما على بعد مناسب من سطح التربه، عشان انتوا عارفين الكرمه او البصله تكون على بعد مناسب من التربه لحمايتها وتدعيم الاجزاء الهوائيه لها ضد الرياح. ب علم حدوث انبساط العضلات عقب انقباضها، ليه بتنبسط بعد ما تنقبض؟ اقول يرجع لوجود انزيم كولين ستريز الذي يعمل على تحطيم الاسيتايل كولين الى كولين وحمض خليج، وبالتالي يزول تاثير المنبه ويعود غشاء الليفه العضليه الى حاله الاستقطاب الاولى وتنبسط العضله. ممكن على فكره وانا بعمل الكلام ده وقبل ما تنبسط العضله المخ يبعت رساله تانية فيرجع تاني للانقباض قبل ان تتم الانبساط. ده اللي احنا سميناه التشنجات العضليه، ده اللي سميناه الخلل اللي حدث نتيجة وصول سيالات خاطئة من المخ إلى العضلات. ده الجزء اللي انت عايز تفهمه. اكتب المصطلح العلمي زائدة خلفية تتصل بالحلقة الشوكية للفقرة العظمية وتكون مائلة لأسفل. ده النتوء الايه؟ النتوء الشوكي. أقل عدد من النيكلوتيدات في جزيء الام ار ان ايه اللازم لتقليق عديد بالطيب مكون من 21 حمض أمين كام؟ طالما 21 حمض يميني وكل حمض له كودون وكل كودون من 3 نيكلوتيدات يبقى 3 في 21 ب 63. طب ما انا ما حسبتش كودون الوقف، اصل هو ما ادانيش فرصه ان يحسب كودون الوقف في البدائل. البدائل ما فيهاش كودون وقف، ما حسبش كودون الوقف، حسب لي بس ال 63، بالاضافه ان هو قال لي اقل عدد في السؤال فطمني ان انا اخترت صح. قبل ما نقول فسر ناخد عمر من القلوبية. عمر ازيك؟ عمر يا عمر اقفل التلفزيون او وطيه خالص واسمعني كده من التليفون. ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل حضرتك. الله يكرمك يا حبيبي. تعال عندي ثلاث اسئله. السؤال الاولاني يترسب نقط على جذور خلايا النبات لمنع فقد الماء من خلالها. يترسب نقط على جدر خلايا النبات لمنع فقد الماء من خلال الخلايا. لو قلت خلايا النبات وسكت يبقى انا ممكن اقول الكيوتين، ممكن اقول السيوبرين. ده اول حاجه. لو انت سبت لي خلايا النبات عايمه كده اقدر احط هنا كيوتين واقدر احط هنا سيوبرين. لكن لو قلت لي خلايا بشره النبات، يبقى انا مضطر احط كيوتين بس. قول سؤالك تاني يا عمر. التاني الاختيارات كانت بتقول كيوتين والجنين والسيوبرين. يبقى لا ما ينفعش، ما احنا اتفقنا لازم تضيف كلمه خلايا بشره النبات عشان لما تبقى في البشره اقدر احط هنا كيوتين بس. لو وضعت الجنين مش هفقد ميه خالص لان الجنين ده بيسمحش بتبخر الميه. تمام. يعني الكيوتين اسف معلش سؤالك تاني يا عمر. الكيوتين وقلت تاني اللجنين والسيوبرين مش كده؟ يبقى التلاته ينفع. لو قال جدر؟ لو قال جدر بس وما كتبش بشره. لكن لو قال لك خلايا بشره النبات يبقى انا هتكلم على الكيوتين. السيوبرين يبقى السليلوز السليلوز ما بيمنعش تبخر الميه، ده هو بتخرج منه الميه بكل سهوله. لكن كل ما يزداد سمك الجدار من السليلوز يقل خروج الميه.
عشان كده خروج الميه من البرانشيميه اسهل من خروج الميه من الكولانشيميه. انت فهمتني؟ سؤالك الثاني يا عمر. الدوره الشهريه. نعم. التبويض يحدث في اليوم نقط من نهايه الدوره. يحدث التبويض في اليوم الكام من نهايه الدوره. نهايه دوره الطمس. السؤال ما يجيش في الامتحان وما تقوليش بقى على البدائل. ليه؟ انا ما بحسبش التبويض من نهايه الطمس، مستحيل. طبعا هتسالني وليه؟ لان نهايه الطمس غير معلومه، ده احنا حتى بنقول فتره الطمس بتتراوح ما بين 3 وكام؟ وخمس ايام، ده دلاله على اني ما اقدرش احددها. نهايه الطمس غير معلومه، لكن بدايه الطمس معلومه. وفترة الطمس بتختلف من أنثى لأنثى، لذا لا تحسب عمرها فترة التبويض أو يوم التبويض عمره ما يتحسب من نهاية الطمس، عشان كده البدائل كلها مش هعتبرها صح. لازم يكون من نهاية دورة الطمس، لازم أقول من بداية دورة الطمس، يبقى شيل كلمة نهاية وحط بداية، وتبقى الإجابة في اليوم الـ14 هي الإجابة الصح. لو أنت عايزها بقى من نهاية الطمس وعملت متوسط الثلاثة وخمسة ما بين الثلاث ايام والخمس ايام، خلاص هتقول في اليوم العاشر، لكن انا مش مقتنع. ماشي يا عمر؟ عمر راح. عمر راح يذاكر او راح يشوفني من التلفزيون. احنا بنحط اسئلتنا في الامتحان الاسئله السليمه. عشان كده احيانا بتبقى الكتب موجود فيها مجموعه من الاسئله، انا شفت كتابين ثلاثه كده والله العظيم زعلت قوي. لقيته، وعلى فكره في احدى الجرائد كمان. كاتب إيه؟ كاتب معلومات من كتب قديمه جدا عفى عنها الزمن، والمعلومات اتحذفت واتغيرت واتجددت، وده لسه شغال على قديمه، والطلبه بتشتري وبتذاكر وبتحفظ وتحس تروح تكتب غلط، والله العظيم ذنب الطلبه دي كلها في رقابه كل واحد لا يراعي ضميره في نقل اي سؤال. نروح لسؤال رقم 13. فصل العباره الاتيه: يعمل هرمون الاي دي اتش على الحفاظ على نسبة الماء في الجسم، كلكم عرفتوه. اي دي اتش بيحث النفرونات على إعادة امتصاص المية وإعادتها إلى الدم حتى تظل نسبتها في الدم ثابتة. ما المقصود بوتر آخر؟ هو عبارة عن وتر يصل ما بين العضلة التوأمية وعظم الكعب ويساعد على المشي أو يساعد على الحركة. ماذا يحدث في حالة تشابه الأحماض الأمينية المكونة لمواقع الارتباط في الأجسام المضادة؟ لو تشابهت الأحماض الأمينية في مواقع الارتباط في الأجسام المضادة لما حدث تنوع في أنواع الأجسام المضادة، ولا أصبح الأجسام المضادة كلها نوع واحد. 16. اختر أحد السؤالين ألف أو باء ثم قارن خلايا البائية والخلايا التائية السامة من حيث الاستجابة المناعية. يعني استجابة، هتعمل إيه لما تشوف الميكروب؟ البائية لما تقابل ميكروب هتنقسم وتدي بائيه بلازميه تنتج اجسام مضاده، دي استجابه مناعيه. طب والتائيه السامه؟ لا، وضعها يختلف. هتنتج نوعين من المواد. البيروفورين بروتين صانع الثقوب هيحدث ثقوبا في الغشاء للخليه المصابه. ايضا سموم ليمفاويه بتنشط جينات جوه النواه تعمل على تدمير النواة وموت الخلية المصابة. قارن بين اللوزتان وبقع باير، يبقى طالما سابهم عينين أنا أقارن من حيث المكان والوظيفة، بس أنا أفكر نفسي كده، ما كتبليش من حيثه، يبقى أنا اللي هضيف من المكان والوظيفة، مش حاجة تاني. اللوزتان مكانهم فين؟ مكانهم في الجزء الداخلي من تجويف الفم، وبقع باير أسفل غشاء المخاط المبطن للنصف السفلي من الامعاء الدقيقة. طيب اللوزتان ايه دورهم؟ حجز الميكروبات اللي بتدخل مع الطعام عند البلع والقضاء عليها. طب وبقع باير؟ القضاء على الميكروبات التي تدخل مع الطعام الى الامعاء الدقيقة. اما باقي الوظائف لبقع باير غير معلومة. وضح بالرسم مراحل انبات حبة اللقاح. لازم وبسرعة ارسم اول خلية وتاني خلية فيها جزء ممتد كده، وتالت خلية الجزء طول قوي كده. أهي، تلات دواجن مفيهمش أي حاجة. وبعدين مش هنلون، أنا لون أنتوا لأ. أحط عليها
جدار سميك بهذا الشكل، وكمل جدار سميك عشان هنستعجل بهذا الشكل، وكملت باقي الجدار السميك بكل سهولة. محدش هيقول لي انت عملت ايه. الانوية بقى عندي كام نواة؟ هنا عندي نواتين اتنين، ادي نواة وادي نواة. النواة دي اكتب عليها نواة مولدة، والنواة دي اكتب عليها نواة انبوبية، والجدار ده اسميه جدار سميك، نوع من التوفير. اعمل كده يبقى خلاص جدار سميك. طيب النواة الانبوبية بقت فين؟ بقت هنا، نزلت هنا، واخد عليها سهم كده. والنواة المولدة مكانها اهي، نواة مولدة، دي الخطوة رقم واحد، دي الخطوة رقم اتنين. هنا النواة المولدة بقت نواتين، ادي واحدة اهي وادي واحدة اهي، اسمهم ايه بقى؟ نواتان ذكريتان. طب والنواة الانبوبية؟ تحللت، مفيش نواة انبوبية، ودي الخطوة رقم تلاتة. طب القناة دي اسمها قناة ايه؟ هي اللي بتخترق الجدار، خلاص، اسمها انبوبة اللقاح. يبقى بياناتي سليمة، رسمتي بسيطة، ما خدتش وقت. هتقول لي انت مدرس، اقول لك ده شوية دوائر فهمش فيهم اي حاجة. السؤال اللي بعد كده، اذكر مكان الغدة المفرزة لهرمون الكورتيكوسترون ووظيفته. مكان الغدة اللي بتفرز، عايز مكان الغدة مش اسم الغدة، بس هقول اسم مفيش مشكلة، بس مكانها. والكورتيكوسترون من الهرمونات الاستروجينية اللي بتفرز من قشرة الغدة الكظرية، وبالتالي المكان بتاعها بتبقى قشرة الغدة الكظرية فوق الكلى. طب وظيفة الكورتيكوسترون أيض النشويات، اختر ألف أو باء. الخلايا الحجرية دورها تكسب النبات القوة والصلابة، أي تكسبه الدعامة التركيبية. هرمون الباراثورمون في انقباض العضلة بيوفر أيونات الكالسيوم في الدم أو للعضلات يعني، وأيونات الكالسيوم لها دور مزدوج. الدور الأولاني إنها بتساعد في تكوين الروابط المستعرضة المسؤولة عن سحب خيوط الأكتين كمجموعات في اتجاه بعضها، وأيضا تحرير الأسيتايل كولين من حويصلات التشابك العصبي لنقل السيال العصبي إلى العضلة كي تنقبض. علل، النبات البشيجي في الفجير أحادي المجموعة الصبغية لأنه ينتج عن انبات جرثومه احاديه المجموعه الصبغيه تكونت بالانقسام الميوزي. تنقسم النواه المولده ميتوزيان قبل الاخصاب عشان تعطي نواتان ذكريتان، نواه تندمج مع نواه البيضه، والنواه الاخرى تندمج مع نواه الكيس الجنيني اللي هو قلنا عليه من شويه الاخصاب المزدوج، لتكوين كل من الجنين والاندوسبير. اختر احد السؤالين ثم اكتب المصطلح العلمي. انزيمات تعمل على قطع جزيئ الدي ان ايه الى قطع معلومه عند مواقع تعرف يعني، انزيمات الكسر. انزيم يعمل على مضاعفه الدي ان ايه في درجات الحراره المرتفعه، تاك بوليميريز. ده تتابع بيوضح ترتيب النيوكليوتيدات على شريط الدي ان ايه، اخدناه. اكتب التتابعات على الام ار ان ايه المنسوخ منه، ونظرا لان حلينا عدد كبير من الاسئله بهذا الشكل فنعديه. مع عدد الاحماض الامينيه، تي اي سي يعمل لي اي وجي، جي سي سي هيعمل لي سي جي جي، وهكذا. اي اي سي هيعمل لي يو يو جي، اما كمل كده اوصل بقى الاي سي تي الذي يعمل لي يو جي اي. وبالتالي يبقى عدد الاحماض الامينيه اللي اتكونت هنا اقدر اعدهم 1 2 3 4 5 احماض امينيه. ما حسبتش اخر قدول في الام ار ان ايه ليه؟ ما حسبتوش علشان ده يعتبر لما هيترجم او لما يبقى شفره هيبقى كودون وقف. يبقى الف وب سهلين جدا، عدد الاحماض الامينيه هنا تعتبر 5 احماض امينيه. اخر سؤال رقم 23، ونستكمل باقي الاسئله ان شاء الله في حلقه بكره مع باقي الاسئله اللي هجيبها لكم معايا. الهرمون المسبب للبلوغ بشكل اساسي في ذكر الانسان، مين المسؤول عن تكوين الانيببات المنويه والحيوانات المنويه الاكثر اهميه من اي شيء اخر؟ تستوستيرون اندروستيرون بيديني مظاهر ثانويه، في فرق بين حاجه اساسيه وثانويه، وبذلك الهرمون المسبب للبلوغ بشكل اساسي هو اف اس اتش، والتفسير لو انت عايز تفسير اللي اخترت ليه ديت، علشان هو الهرمون المسؤول عن تكوين الانيببات المنويه والحيوانات المنويه،
اللي من غيرهم يعتبر الشخص غير قادر على تكوين حيوانات منوية. دي كانت تقريبا كل الأسئلة اللي يعني أنا عارف إن أنا مقصر في حتة إن أنا ما كملتش باقي الجزء دوت، لكن عايز أقول بس كلمتين في نهاية هذه الحلقة اللي تهمني جدا فيها، إنك تكون واثق جدا من نفسك وإنك تذاكر الجزء قبل ما تحل أسئلة. أكتر حاجة بتعمل لك توتر إنك بتحاول تحل على أسئلة قبل ما أنت لا بتراجع، فشيء طبيعي تكون ناسي، ده العربي والإنجليزي ينسي اسمك. فلازم الأول أذاكر جزء معين مش كل الكتاب، أذاكر دعامة وحركة وبعدين أحل على الدعامة والحركة، أذاكر تنسيق هرموني، أذاكر تكاثر، أقسم المنهج. ما زال هناك في الوقت بقية، أمامنا لسه يوم كامل، غدا إن شاء الله هاجيلكم بالليل وأطمنكم. وفي ختام حلقة اليوم بشكركم وإن شاء الله موفقين وإن شاء الله محققين أعلى الدرجات. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.